تعالوا مع بعض نشوف رأي الجماهير اللي متابعة برنامج المجري من خلال شاشة قناة النادي الأهلي بيقولوا إيه. يا ريت يجي زي 100 واحد زي مصطفى عبده، تاريخه الجميل يعني الحقيقة، يعني كان تاريخ حلو وعظيم، يعني ايام هيديكوتي وايام الخطيب وايام صفوت عبد الحليم، لا لا تاريخ كبير قوي يعني. مصطفى عبده بيقول لك راجل اخلاق وابن ناس ومحترم، فتخيلي هذه الشخصيه لما تبتدي تعمل برنامج. بالنسبه للكابتن مصطفى اسم كبير وتاريخ كبير طبعا، و بنتمنى له التوفيق في البرنامج بتاعه. هو كابتن مصطفى عبده طبعا ناجح، وهو لعيب كوره وناجح في مشواره الرياضي كله، وكاعلامي انا ما بفوتش المجري، بتفرج عليه دايما وبيعجبني انه حاط رجل على رجل كده واخر شياك. والله الكابتن مصطفى عبده مش مستني رايي ولا راي الجمعيه العموميه، هو فرض نفسه على الساحه الاعلاميه وكان من اوائل الناس اللي اشتغلت في الساحه الاعلاميه، وكان ليه المقولة الشهيرة فاصل ونواصل. أداؤه مميز جدا كإعلامي، كأنه مولود للإعلام مش الرياضة بس يعني. كلامه في ناس تأثرت بيه كتير جدا، أنا واحد من الناس بحب أتفرج على التحليل بتاعه لأنه حيادي جدا، يعرف يختار ويعرف يحاور الحقيقة يعني، وإنسان مهذب جدا.